سالي، محطتنا الأولى رح تكون إلى بصمة وطعمة مميز، وخاصة رح نحكي عن تراث وتقليد وتاريخ بيختصروا، طبعا الحرف السورية بيختصروا تاريخ سوريا. رح نحكي عن الحرفة السورية اللي رغم عراقتها لكنها عم تواكب العصر بروح الحرفي السوري وابداعه. بدنا نحكي اليوم بشكل موسع عن السر اللي حكينا لكم عليه بالبدايه. رح نرحب بشيخ الكار عدنان تنبكجي، امين سر هيئه مدربه حاضنه الدمر المركزيه للفنون الحرفيه، ومحمد مازن زكور، شيخ كار بمجال استخراج الزيوت العطريه. يسعد صباحكم. صباح الخير. من البدايه عم نقول لهم للعالم في سر وفي روائح فواحه بالاستوديو، هلا بدنا نعرفه. صباح الخير. صباح الخير، اهلا وسهلا فيكم. يسعد صباح الخير صباحكم. للمشاهدين. اهلا وسهلا فيك شيخ الكار استاذ عدنان تنبكجي، واكيد بصرنا نرحب بشيخ كار بمجال استخراج الزيوت العطريه مازن زكور. يعني عن جد دائما بس هيك يكون في روائح طيبه الواحد بشده، في طاقه حلوه. تماما، في طاقه حلوه. كيف اذا كانت هيدي الروائح يعني من الشام، من قلب الشام، أصيلة، محل نحن ما بنزرع ياسمين وفل. بداية خلينا هيك نحكي مع حضرتك، بما أنه اليوم ضيفنا جديد على الإخبارية، نحكي عن هدول الزيوت العطرية وكيف عم يتم استخراجها. قبل كل شيء بقول صباح الخير، الله يعطيكم العافية فيك. صباح الورد والفل والزنبق والياسمين. أهلا وسهلا. هلأ نحن بمهنتنا في استخلاص الزيوت العطرية والنباتية، حاصل على شيخ كار في مهنة. أي واحد صار له 15 سنة بالمهنة ممكن يقدم على اتحاد الحرفيين وبيروح على حاضن دمر بياخد شهادة شيخ كار بمهنته. هلا نحن قدرنا نقطر بزيوت طبيعية بمستخلصات طبيعية ونساوي منتج وطني بامتياز من ياسمين الشام وورد الشام. نعم. فأنا قدرت عبر جهاز تقطير، طبعا الجهاز لكم موجود عنا، هذا الجهاز البدائي اللي اخترعه الطبيب ابن سينا. نعم. فنحن صنعنا منه مخبريا واحد، طبعا متطور اكثر من هذا، بس نحن حبينا نفرجيكم الشكل المبدئي لجهاز التقطير. نعم. واستخرجنا منه جميع انواع الزيوت، طبعا اي شيء له ريحه بالطبيعه بيطلع منه زيت. حلو. فقدرنا نستخلص مستخلصات طبيعيه اضافتها للزيت العطري، فعطينا منتج بينافس الأجنبي وبيحمل هوية البلد وتراثه. كتير يعني كتير حلو أنه اليوم سالي، يعني الياسمين دمشقي دائما نحكي عنه، أنه دمشق عاصمة الياسمين، يكون فيها العطر فعلا الفواح الأصلي اللي بيحكي عن تاريخ، بيختصر تاريخ هي العاصمة. كمان خبرنا أستاذ عدنان عن الدورات اللي عم تقيموها بالحاضنة الدمار. في شيء جديد؟ يمكن كنا عم نحكي بحلقات سابقة عن الحسومات اللي كانت عم تصير لأبناء الشهداء، للموهوبين اللي حابين يفوتوا على أكثر من مجال، كيف كانت منظمة؟ هل في جديد؟ خبرنا عن حال الدورات حاليا. هلا نحن حكينا عن الحسومات، ونحن في تطور مستمر الحمد لله بالحاضنة، وفي دعم من هيئة دعم المشاريع الصغيرة ومتناهيات الصغار بالتعاون مع الاتحاد العام للحرفيين وحاضنة دمر المركزية. بوجه تحية للأستاذ لؤي شكو مدير الحاضنة وللأستاذ ناجي حدوة رئيس الاتحاد العام للحرفيين. الحقيقة في تشابك، في دعم. اليوم الدورات قائمة عم تكون مجانية، يعني اليوم الدورات مفتوح الحاضنة على كل أبواب على مصراعيها بموضوع ما يخص التعليم الحرفي، ومن ضمنهم كمان استخراج الزيوت العطرية، وفي عنا ستات وصبايا وحتى أصغر عم يلعبوا بهذا الدور ويسجلوا على دورات ويستفادوا من موضوع الدورات المجانية بكل الاختصاصات. عم نشوف يمكن سالي كمان بعض النحاسيات على أشياء. هدول من أعمالي بحاضنة الدمر المركزية، من الألف إلى الياء كلهم عم يتم تصنيعهم بحاضنة الدمر المركزية. الحقيقة الصورة بتلعب دور، وقت بيجوا كمان المكان العرض عم يلعب دور، بيجونا الزوار على الحاضنة. نحن بنستخلص وخاصة من الأطفال أو اليافعين، حتى الصبايا يعني بيش بقول يا ريت انا اتعلم، يا ريت اتعلم، تعالي طيب اتعلمي، وبتصير مثل مزحه وقلبة جد فعلا. بتكون من اللي عم يدوروا بالحاضنه ويتجولوا وبيشوفوا معالم الحاضنه، فورا عم يجوا يتسجلوا، والمكتب مفتوح، مكتب الحاضنه، على انه يسجل لكل الدورات. حاليا عم تكون مجانيه، يعني بدعم من هيئه دعم المشاريع الصغيره ومتناهيه الصغر. من كمان تحيه كبيره للاستاذ ايهاب اسمندر، انه عم يعملوا مجهود كبير كمان. اكيد. يعني نحن دائما هيك بخلال لقاءاتنا مع حضرتك بنقول انه حاضنه الدمر هي تحضن
كل حدا نعم. عنده مشاريع صغيرة، كل حدا بده يتعلم. رح ننتقل لحضرتك، خلينا نشوف هيك بعض الزيوت العطرية، نشرح هيك شوي عنا. حطيت لزينب ياسمين وحطيت لي فل. أنا حطيت لي ياسمين وفل، معناتها حطيت له من الاثنين. بدي كمان مثل ياسمين أنا. هلا في خلينا عندي ياسمين وفل وزهرة التوليب. طبعا أنت هلا ما قريتك أي زهرة التوليب من روايح لبنان. أنا بحب التوليب، وفيك تشميها اذا بتحبي. حتى لزينب منها مشان يكون تصير عندها حديقه. ايه عن جد كمان. هلا طبعا هو استخراج الازهار تحديدا استخراج الزيت منه صعب. يعني الازهار اول شيء بدها تكون مقطوفه حديثا. يعني انت جهاز التقطيف بدك تاخذيه لقلب الحقل اللي بدك تقطفي منه الصبح مع قطرات الندى، لازم ينقطف الورد مشان يكون مشبع بالزيت. الوقت معين للقطف حتى؟ طبعا الصبح بس طلعت الشمس رائحة فواحة، يعني طبيعي فوق الساعة 7 الصبح ما بقى فيك تقطفي وتقطري. طبعاً. فنحن في عندك زيوت هاي بتيجي عالية الدقة المقطوفة، الازهار المقطوفة حديثة. فنحن بنطلع على مكونات كل عطر وبنقطر منه زيته وبنضيفه. هلا في عنا بالعطورات طبعا نحن بالنسبه لنا هي سوريه بامتياز، مو داخل لا شيء. لا لا سوريه هي نحن مقطرين على ايدنا. هلا في عندك كمان زيت القرفه هون، شوفي زيت القرفه هو اتقل غير الزيوت الطبيعيه. هاي اول مره بسمع وأنا زيت القرفه. كل الزيت كل الزيوت بتطفو على الوش. شو بيعمل هذا؟ زيت القرفه هو بيصير اول شيء للبغص وللبعده ولمرضى السكر وللبشره. يعني اذا بقعد بحكي لك عنه ساعات بتشمي وطعمته حلوه كثير، زائد انه حلو. اكيد قرفه. طبعا القرفه كل الزيوت بتطفو على الوش كانه في البان ذكر. اما الزيت لا هو عكر شوي، لانه القرفه السيجار في نوع ثاني معين من القرفه بيعطي زيت اكثر، هي السيجار اللي بتجي رفيعه ولونها شقره غير الغامقه. مدور. هو بدور احسنتي. فالزيت بيطفو تحت، ما بينزل تحت المي لانه كثافته اكثر من المي. القرنفل والقرفه انا اضطرتهم اعطوني الزيت اللي بينزل تحت المي. فنحن بقمع الفصل ناخذ الزيت بالعكس، يعني كل الزيوت من خواص الزيوت انه بتطفو على الوش، هون عندنا زيوت بتنزل لتحت، حتى بتدخل بتركيب كثير من البرفانات العالميه. فنحن جينا درسنا الهرم العطري لكل ريحه. هلا في عندك شيء اسمه بكل عطر هرم، في افتتاحيه الريحه، قلب الريحه، قاعده الريحه. طبعا افتتاحيه الريحه هي بدتها كثير قصيره، بتحمل هويه العطر، بدتها ربع ساعه. قلب الريحه بتاخذ من 3 لـ4 ساعات. اما القاعده هي المركبات الاثقال اللي بتبقى معك، حتى انت بتقولي انا شميت الريحه بعد فتره غيرت وصارت احلى علي. هذول هنين اللي انت عم تاخدي منهم المركبات الاثقال مثل المسك والعود والعنبر وهدول الشغلات بيستخدمون بقاعده الريحه. هلا بتصميم العطور نحن بندخل بالقاعده اللي هي بتهمنا اكثر. فانا اهم شيء عند الزبون من خبرتي الطويله بده الثبات والفواحان. طبعا الثبات هي مدة دوام العطر والفواحان مدى انتشاره. فأنا رحت درست الهرم العطري، باخذ أي ريحة بفوت على مركباتها بقطر منهم زيوت. طبعا بيلتقى عندنا منهم كثير بالبلد، ميرامية وخزامة وزيت الورد. فأنا بقطرهم وبضيفهم لأي عطر بيعطي ثباتية وفواحان. قدرت أتغلب على هالقصة مهما كان الزيت نوعيته ما لجيلي، انا عم حسن مستواه وبساويه بمستوى عالمي. ممتاز. وفيني نافس الاجنبي. نعم. يعني انا كمان صار لي لفت نظري طريقه التقديم، يعني فيها تراث كثير مرتبه. عم تحكي عن تراث دمشقي موجوده فيها البرفانه، اللي طبعا موجود فيها روائح الشام، اعشاب وازهار الشام. هي شو هي بالنسبه للعلبه؟ نحن في عنا بحاضن الدمار في عنا اكثر من ديزاين للعلب، توفر لنا دمج المهن. هلا انا وصديقي شيخ الكار احمد عداس عنده مهنه الحفر على الليزر، هي مهنه الارت، هو كتير فنان وشاطر بالتصميم والديزاينر. حبينا نعمل منتج مشترك. هلا عملنا فواحه نقدر نعطي منها، وعملنا اناني، هو بيعمل لي كل الامبلاجات. صحيح. بعطيه الفكره عن الريحه، هو بيعطيني التصميم. يعني هون جمعتوا عملين بيعملوا احيانا ثلاثه عم يكون. تمام. دمج الحرف جيد جدا. ابو المجد اخترع. هلا هو يمكن بيحدثكم عنه احسن. حدثنا يعني شو كمان صار فيه هيك شغلات جديده. نحن استاذ عدنان يعني النحاسيات مع البرفانات وهيك، نحن يعني
خلاص حاسين حالنا بالحاضنة. والله أنتم مو بعد عن الحاضنة، وأنا بتشكركم طاقم الإخبارية السورية كلياتكم ما شاء الله عليكم، أعطيتونا حقنا وزيادة يعني بصراحة. واجب هذا أستاذ عدنا، يعني على طول مواكبينا وعم تتابعوا أحداث الحاضنة وتطوراتها اللي عم تصير بالحاضنة، لذلك إحنا فريق واحد، إحنا فريق واحد فعلا. وأنتم بتحكوا عن الحاضنة كأنه إحنا حكينا. شكرا كثير لكم. نعم، تطور الحرف عنا قائم، يعني ما عم يوقف ابدا، يعني احنا بدينا بحرفتين عم يندمجوا، صرنا بثلاث حرف وربما اكثر، يعني عم يصير احيانا اربع حرف فعلا مجموعين بحرفه واحده، وعم يصير حفلات اللي عم تكون نحن ممكن المساء بيكون الواحد بعد ما يكون تعبان وخالص من جو العمل وجو الورشه، بيصير قاعده هيك رومانسيه بتكون مع الشباب كلياتهم، واحيانا نستخلص افكار بتفيدنا لثاني يوم وثالث يوم. الحاضنة مثل ما قلتي شرحتيها بكلمة حاضنة، هي عم تحضن كل الحرفيين وشيوخ الكار المبدعين، وبرد بوجه أنا كل مرة بوجه من خلال شاشتكم كريمة، كل واحد صاحب إبداع كبير يتفضل على الحاضنة، نحن مننميله إياه ومنكبره إياه ومنسلط الأضواء عليه. نعم، وبياخذ مجهوده وبصير مردود اقتصادي جيد جدا عليه، لأنه في دعم الحمد لله جيد الحمد جدا لله. الحمد لله. ومجهود عم يتكاتف، نحن ما عم ننطر الدعم الخارجي ولا ما عم ننطر الدعم اللي أكيد نحن بين اليوم بوضع صعب، نحن بدنا ننطلق من أنفسنا، وفعلا انطلقنا من أنفسنا، تكاتفنا وأنتجنا والأمور ماشية لقدام الحمد لله. في مشاريع جديدة، في معارض خارجية داخلية بتكون تشاركوا فيها؟ المشاريع الجديدة انه بنفس الحاضنة صار عندنا صالة معارض، صالة المعارض صرتوا تعرضوا فيها بقلب الحاضنة؟ نعم، نعرض فيها مو بس للمقيمين او الحرفيين موجودين بالحاضنة، وانما احيانا من برا. احنا هلا في جانا وفد عراقي وجا وفد ايراني وتفرجوا على الحاضنة بشكل جيد وعلى كل معالمها والمراكز الثقافية اللي فيها، وصار وصالة المعارض يعني صار في ايحاء ايجابي على كل الحرف اليدوية انه عم تكون، وفيها صالة معارض يعني صار في جذب، عملية جذب أكثر من غير مكان. حلو. إنه بهذا المكان التراثي عم يصير معرض لأي جهة عم تكون سواء صديقة أو من داخل البلد أو لمؤسسة في مكان خاص، لأنه يعرضوا منتجاتهم. ونركز على موضوع الصبايا اليوم، هلأ عنا معرض قائم إن شاء الله بعد أسبوع، وعم يكون معرض إن شاء الله كله صبايا وأعمال يدوية بحاضنة دمر المركزية. نعم، يعني كلمة أخيرة أيضا من شيخ كار استخراج الزيوت العطرية اليوم، هيك ضيفنا مميز بالإخبارية أنت والأستاذ عدنان شيخ الكار أيضا سلام. ضيفنا الدائم، كلمة هيك حابب توجهها من شاشتنا الصغيرة. هلأ أول شيء أنا بتشكركم على الاستضافة الجميلة. أهلا وسهلا، وبدعو كل واحد حابب يتعلم هاي المهنة لحاضن دمر، لأنه نحن عم نقدم شيء مجاني. نعم، بإمكانه يفتح مشروع صغير بيعيل فيه بيته وأهله، ولكل شيء بده يبلش مشروع صغير يبلشوا بحاضن الدمر، وإن شاء الله عم ندرب وبإخلاص وبتفاني بالبينة، ودربنا قبلها دورات كتيرة وإن شاء الله في هالعالم عم تشتغل إن شاء الله. نحن عم نستفاد كمان من الأستاذ مازن شيخ الكار، وقت عم نطلع لحنا رحلات خارجية ومعارض، يعني مو بس هو بيقول كيف كان العطار من زمان انه كان يعطي وصفات بدائية، كمان عنده وصفات اللي صار معه مغص، اللي صار معه وسن ألا، عنده إبداعات كبيرة إن شاء الله بيحكي لكم عنها بحلقات قادمة. أكيد. حتى الكريمات اللي عم يساويها للبشرة رائعة، طورناها نجربها أكيد إن شاء الله. لا أنا معليش إذا في وقت ايه تفضل باختصار، لانه خلص وقتنا. نحن الزيوت اللي بنقطرها بندخلها بالعلاجي والكريمي، بس انا حلو مختص بارفان، هي في ثلاث طرق عندي للاستخراج، في عصر وفي نقع وفي تخطيط. لازم نعمل شيء خاص هيك عندنا، فنحن بدنا حلقه خاصه لنقدر نحكي عن المهنة. اكيد يعني اكيد اكيد يعني نحن بدنا نشكرك كثير على هيك اللمسه اللطيفه اللي اعطيتنا اياها اليوم بصباحنا غير، واكيد يعني كل انا متاكده انه احلى كادو سالي انه مثلا واحد يهدي شيء من ريحه الشام، يعني في احلى منه، وخاصه اذا كانت فعلا كانت هيك برفانه فعلا عم تحمل الروائح العطريه الاصليه اللي بتحكي عن الشام. بدنا نشكرك كثير، نشكرك استاذ عدنان، وان شاء الله هيك موفقين، وكثير مبسوطين انه المشاريع الصغيره هي بلشت من عندكم بتعليم الجيل يمكن احرف تقدر تستمر معه للمستقبل وفعلا نحافظ على تراثنا. شكرا لكم، اضفتوا لصباحنا طاقه وهيك شويه حيويه، يعني دائما نحن بنخلقها من خلال شغلات يمكن بتمس روحنا، خاصه من قلب دمشق الاصاله. شكرا لكم.